بقى نروح نشوف الاجواء في فروع النادي الثلاثه، اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد، مع زمايلنا الاعزاء سالا حامد ومحمد توفيق ومينا ماهر. اتفضلي يا سالا. برحب بك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وطبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي بالجزيره، امام تحديدا شاشه العرض الشاشه الرئيسيه، عشان ننقل لكم كل الاجواء هنا والامور قبل بدايه وانطلاق مباراه تاريخيه، مباراه مهمه هتجمع ما بين الفريقين، بطل افريقيا النادي الاهلي نادي القرن، وبطل اوروبا الفريق العالمي بايرن ميونخ، ودي هتكون يعني اول مباراه رسميه هتجمع ما بين الفريقين. خليني اقول لك يا كابتن ايمن، زي ما حضرتك شايف يعني الاجواء ورايا، في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا داخل مقر النادي، ويعني يمكن كنت موجود انا هنا قبل بدايه المباراه بثلاث ساعات، في الساعات الماضيه قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، كان يعني في اعضاء كتير جدا، كان في احاديث جانبيه ما بين الاعضاء، الكل يعني بيتكلم في المباراه، كبير صغير، سيدات رجال، الكل بيتكلم كمان في امور فنيه، هل يعني النهارده ان شاء الله المدير الفني بيتسو موسيماني هيبتدي المباراه ازاي؟ هيبتدي يعني بخطه 4-2-3-1 ولا هيبتدي ب 4-3-3 نظرا لاهميه وصعوبه المباراه؟ الكل متحمس، الكل فرحان النهارده ان شاء الله ان هو يعني هيتفرج على النادي الاهلي امام فريق عالمي زي بايرن ميونخ. كمان يا كابتن ايمن خليني اقول لك انه في مجهود كبير جدا حقيقي النهارده بيبذل داخل المقر من يعني قبل الاداره التنفيذيه واداره الخدمات، اداره الخدمات جميع العاملين معاهم الاستاذ محمد الالفي المشرف العام على الخدمات والمنافس الفروع النادي الاهلي الثلاثه، كان متواجد كمان بينظموا يعني الكراسي والاماكن لاعضاء النادي الاهلي عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ويعني يقدر يتفرج على المباراه بشكل جيد، وكمان ده طبعا يعني بيكون تحت اشراف يعني جميع افراد الامن، معاهم يعني سياده العميد علاء صلاح وطبعا الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي، كلهم متواجدين هنا، كل التحيه وكل الشكر طبعا ليهم على مجهودهم الكبير اللي بيبذلوه الصراحه النهارده في يوم زي ده. الاجواء هنا يا كابتن ايمن استثنائيه، كل الاعضاء هنا موجودين، الكل فرحان وكله بيكون حريص على ان هو يجي يتفرج على المباراه هنا بالذات في مقر النادي، نظرا للظروف الاستثنائيه يعني الاجواء الاستثنائيه واللي بتكون اكثر من رائعه. يا رب النهارده ان شاء الله يعني لاعبي النادي الاهلي يكونوا قد المسؤوليه وقد الدعم اللي دايما بيشوفوه من جميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويحققوا الفوز النهارده ان شاء الله على نادي بايرن ميونخ. مباراه صعبه لكن ما فيش يعني حاجه مستحيله، دايما النادي الاهلي معلمنا وجمهور النادي الاهلي عارف ده كويس، انه ما فيش مستحيل مع النادي الاهلي. انا طبعا معاك يا كابتن ايمن، لو في اي تساؤلات او في اي استفسارات، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا سلا.